تلقينا بزاف الاهداف، كانت اخطاء دفاعيه، المجموعه ككل كتحمل المسؤوليه، غنحاولوا نصلحهم في التدريبات. سي جمال كيلتزم وكيعطي تعليمات صارمه من هذه الناحيه، من الناحيه ديال التقنيه. ماشي الزروني كيتحمل بوحدو المسؤوليه، ما قال الزروني كيلعب تقسم على 11، ما عرفتش. حاليا انا ما كنظنش انه كاين عرض من فريق الرجاء، واللي كنعرفه هو انني عندي عقد احترافي مع فريق الفتح الرباطي، كنحترمه وكنلتزم به. الا كان شي حاجه ان شاء الله من الانتقالات الشتويه، انا كنرحب فريق الرجاء باش نعطي واحد الخلاصه. فريق الرجاء فريق الام ديالي، كلشي كيعرف انني مريت بمدرسه الرجاء البيضاوي، وتا واحد الا جيت نسولك قلت لك واش كتبغي امك، غتقول لي راه كنبغيها. طبيعه الحال هو نوف الزرعوني راه كيحترم فريق الرجاء والجماهير ديالو، كنرحب بالفكره ديال الانتقال ديالي، ولكن مادام عندي عقد احترافي مع فريق الفتح الرباطي الا وخصني نلتزم به. سي جمال الكل كيعرف سي جمال سلامي اطار وطني كفء، القدوم ديالو عطانا واحد الدافع معنوي فاش علمنا بالمجيء ديالو. سبق لي وجاور شوف بالمنتخب الوطني الرديف، كيلتزم بالصرامه في التدريبات، بالجديه، بالاحترام، احترام النادي. وكنظن انه ان شاء الله مع سي جمال غادي نقولوا الكلمه ديالنا.